انا عندنا نسمة صغيرة ونسمة كبيرة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، وكوباية المية جاهزة هي معاكم، يعني هناكل على طول. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول لكم باي 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 باي. باي باي. قولوا اعملوا لايك لايك واشتركوا في القناة شكرا، واعملوا وفعلوا الجرس. وفعلوا الجرس. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بخير. النهاردة وحشتوني كتير، من زمان ما عملتش فيديوهات. النهاردة أنا عند ماما وحبيت أصور الأكل بتاع النهاردة. ماما هتعمل ايه؟ هنعمل ان شاء الله محشي، محشي كرنب كنا مفرزينه مع بعض اهو، طلعينه اهو. ومحشي بتنجان برضو كان متفرز محطوط في العلبة دي، كنا مغطيينه كده وحطينه في الفريزر. عملناه ازاي؟ احنا مسكنا البتنجان وخرجنا اللي فيها وعطيناه سلقة في المية السخنة، وقمنا رصينه في العلبة دي وحطيناه في الفريزر. وده برضو كنا مفرزينه مع بعض وسلقينه وحطيناه في الفريزر. شوفوا يا جماعه والله ما جراله اي حاجه ما شاء الله. هنعمله مع بعض النهارده وهناكله باذن الله. ومعانا خضره مش متفرزه، لا طازة. لا دي طازه طازه، وفلفله طازه برضو. شياكه عشان ايه؟ نحطها ونقوم مقفلينها كده، عاملينهم كلهم كده ما شاء الله بالغطا بتاعها. انا اللي طالبه المحشي النهارده. وهنا اهوت ملح وفلفل، وفلفل اسمر وكمون وبهارات لحمه ومرقه. وهنا بصل حاطين عليه بصلتين، وحاطين عليهم زيت. وهنا طماطم متفرزه ولا طازه؟ لا طازه بس ساعتينها غلوه. وفي قلبها كان عندنا حتتين لحمه كده فايضين، قمت مقطعاهم وحاطينهم فيهم. اهي اللحمه هنا اهي مقطعينها حت قطع صغيره، بتبقى على فكره احلى ما بتحط لحمه مفرومه. دي مقطعه قطع كده صغيره اهي، ودي ان شاء الله الايه الحله اللي هنحط فيها. مقطعين بصلتين في قعر الحلة كده. هنظبط القرع عشان اختي تاكله، عشان انا كل البتنجان ان شاء الله وهي تاكل القرع القعر. ايوه اصل هي ملهاش في الحلة من تحت، احنا لينا هي ملهاش. هي لا في البتنجان، في الكرنب، في الفلفل، في الحاجات دي، انما في دوت لا. اول حاجة ان شاء الله باذن الله هنقوم حاطين على الرز اول حاجة كده. نخبطهم كده على بعض المرقة ايه. بعدين هنا هوت حطينا البهارات، البهارات على البصلة. ايوه ملح وفلفل وكمون وبهارات ومرقة، نلخبطهم كده الاول قبل ما نحطهم على الرز اهو. وزيت على فكره يا جماعه، زيت عشان البصله ما تعملش ريحه وحشه. هنا اهو ماما، هو في ثوم؟ ايه الثوم بقى؟ حطينه وعصره مع الطماطم، عصره مع الطماطم ثوم وقرن فلفل اخضر. الطبق ده من شوار امي. ايوه والله. من طقم الشال. وهنا هوت الخضرة اهي. المحشي بيحب الخضرة. ايوه بحب الخضرة فيه قوي. الخضرة دي، الخضرة دي عبارة عن ايه؟ عن كزبرة خضراء وبقدونس وشبت. وعارفيننا والطماطم يا جماعه ممكن تحطوا قرن، حاطه قرن فلفل، حاطه حاطه فلفل يعني، وحاطه ثوم والطماطم وفلفل، ولو في قرن شطه كمان اللي هو فلفل حامي نحطه. شوفوا اللحمه هنا اهي قطعه.
من زمان قوي ما صورناش معاكم، فكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ويا رب يكون كان عيد سعيد عليكم جميعا يا رب. ماما الكرنب قد ايه؟ الكرنب ده عبارة كان على عن واحدة مش كبيرة، واحدة مطاطس. والبتنجان دوت يا جماعة والله كان في الفريزر ولسه مطلع الوقت، وحتى لسه بالعلبة بتاعته. فالايام ده البتنجان كتير ورخيص، هاتولكم واعملوه في الفريزر بس، وانتوا بتحطوه في المية السخنة ما تغيبوهوش، لان بياخد بقية سويه في الفريزر. فهم ما شاء الله حلو ما شاء الله، ما صابوش اي حاجه، احنا مفضيينه وغسلينه وحاطينه في ميه سخنه. محدش يصدق ان كان في الفريزر. والله بعلبته لسه يعني ده متفرز حتى لسه بالشنطه بتاعته اهي. الشنطه ماما بدات تحشي المحشي. احشي المحشي. كانت جدي الله يرحمها تقول اعملوا الصوابع زي ما يكون صف مدرسه. ايوه شوفوا مفيش رز وكده. شوفوا تعمل اهي حته اهي واهي، من تجيبهم من هنا هنا كده ان شاء الله. انا احكي لكم وماما بتحشي. انا يا جماعه احشي المحشي مثلا، يعني انا المفروض ما اقولش كده، يعني مثلا 3 4 ساعات كده، 5 ساعات اخلص حله قد دي، امي تخلص دي في ربع ساعه، في ربع والله حرام 10 دقايق 5 دقايق ما شاء الله. زي بالظبط نكون بنحشي، انا اعمل واحده وهي تكون عملت ده كله، انا احشي واحده دي وهي تكون خلصت ده كله. ما يكون الورقه كبيره وعايزين تقطعوها بتقطعوها اهي. ثم عشان كده تقول لي ايه ما تساعدنيش، ساعديني واسكتي وقفوا على جنب. لا بس هي والله شاطره، يعني هي والله شاطره مش خايبه، بس بطيئه في اللف. هي في اللف بس بتبقى ايه بطيئه شويه، انما هي في الطبيخ بسم الله ما شاء الله، انا احب طبيخها واحب اكلها قوي، انما هي في اللف بتغيب، انا ما شاء الله ما بغيبش. شوف اهو كده، وجيت اتعلم لف بتاع اليوتيوب برضو بطيئة وما هوش سريع، يعني ده اسرع لف ده، انما اللي في ورقة اللي في كيس اخترعوا يحطوا الورقة في كيس ويجيبوا شوكة كده او سكينة ويقوموا شدين الصبع يقوم عامل صوبع كده. والله ما يعلى على اللي احنا بنعمله بتاع زمان ده. لا فجيت اتعلم وتقريبا قعدت فيه في الصبع اكتر ما باعه. لا هو بتاع زمان ده وبس، لا ما حدش يقول لي لا شوكة ولا سكية. ما شاء الله شوفوا احنا يا جماعة دقيقتين ما شاء الله خلصت، وتتلاقيها كمان بطيئة عشان بتكلم وبس. والله عشان بتصور بس. ورقة ما تلاقوها كبيرة قصوها اهي ان شاء الله. نقص بطة، انا طبخت امبارح بط. ما شاء الله الله عليه بشوربة البط، حتة لحمة يا جماعة والله. كنا زمان امي تحشي تعمل المحشي وانا اقعد جنبها افضل انقي اللحم. برضه ان شاء الله. إيه انت ماما تعمل البتنجان والفلفله في حله لوحدهم ولا مع بعض؟ لا هعمل ده لوحده وده لوحده باذن الله ان شاء الله، يعني شو والله في هو سهل والله، هو تجيبه شوية خضرة على شوية ملح وفلفل وبهارات وكمون وطماطم وشوية رز وخضرة وتلخبطهم على بعض، هيبقى هو الصلصة بتاعت المحشي. بس أحلى حاجة لو انتم حطيتوا على شوربة محشي، شوربة بط، ايه شوربة أصل بط أو شوربة فراخ شوربة بط
شوربة البط بتبقى احلى من شوربة الفراخ، واحلى من شوربة الفراخ، احلى من شوربة. هركز اهو، هركز اهو عشان يا جماعة مش عايزة تخلص رغبة. شوربة البط في المحشي احلى من الشوربة بتاعة الفراخ واحلى من بتاعة اللحم. ركزت. ماما تلف وهرجع لكم تاني، هتقولي حاجة؟ سلامتك. اهو هو اهو اهو، نوري لهم كمان صبع ان شاء الله. هنكمل ونوري لكم ان شاء الله. يا جماعة وانتوا بتسخنوا له شوية مية وبتحطوا على مرقة، احنا هنعمل كده النهاردة ان شاء الله. يعني بتسخنوا المية قوي بتحطوا عليها المرقة وتقوموا عاملين القعد بيها. يا رب تجربوه ويعجبكم، يعجبكم اللفة دوت وتجربوه ان شاء الله يبقى حلو. احلى من الشوكة اللي بيحكوا عليها ديت. انا ما عرفتيش. ماما خلصت حله المحشي اهي، لسه خلصت خلاص اهو، لسه اخر صباع. اقول لكم بقى سر من اسرار ماما، ان هي تجيب الصباع كده وتقوم هي حاطاه في الصلصه بتاعت في الصلصه بتاعت ايه الرز والخلطه كده. جرب الشغلانه دي والله جميلة 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 جميلة. لأن أخدة تتبيلة بقى ملح وفلفل وكمون وبهارات وبصل وخضرة وطماطم، فالتتبيلة بقى بتبقى تحفة. بصل إيه، حطينا المحشي على النار أهو. إيه ماما حطت نص الحلة ماء المحشي كروم وفوقه البتنجان وفلفل، بتنجان وفلفل اخضر عشان الحله طلعت عايزه كمان، فعملناها في حله واحده. وهنا ميه سخنه هنحط فيها شويه ملح ومرقه. حطوا المرقه الاول، لقيتوها محتاجه ملح حطوا ملح، وبعدين نكب الشوربه. بسم الله. مقدار المحشي بتاعكم، عايزينه سايح عايزينه مفلفل، المقدار اللي انتوا عايزينه. الرز على النص ايه بيفرق. اهم حاجه يا ماما الغطا ده عشان المحشي ما يفكش، صح؟ ونغطي عليه، وبعد ما الميه تشرب نوطي عليه. ودي بقيت البتنجان حشيناه في حله لوحده، احنا عاملينه كده اهو، بس هو فاضي اهو. شوفوا مش ما تملوش البتنجان عشان ما يخرجش منكم، لان الرز بيكتر. الرز بيكتر، والاياميد الرز قديم، احنا عندنا لما يكون الرز قديم بيكتر اكتر من هو جديد. ايوه صح. ولو عجبك الفيديو تنساش تعملوا لايك واشتراك في القناه وفعل الجرس. رن الجرس على راي المعتصم عشان يعمل تين تين ما يوصل فيديو جديد. ومحشي البتنجان حطينا كمان في على النار وبدا يشرب. العقد المظبوط يا جماعه، ما تزودوش عن عقد الرز العادي يعني. ولو عجبكم الفيديو تنسوش اللايك. يا جماعه استنى الغطا، استنى الغطا اهو، والميه اتشربت لسه. لما تنشف الميه دي كلها نوطي عليه النار. شوفوا البتنجان ما خرجش منه رز.
عشان تحشي البتنجان تمليه ثلاث ارباعه، مش كده كمان، لا ثلاث ارباع البتنجان هتتبلى. خلصنا المحشي، ده العصفور بتاعي اهو، المحشي البتنجان خلص ومحشي الفلفل خلص ومحشي الكرنب خلص. ونسمة بتاخد صغيرة، عندنا نسمة صغيرة ونسمة كبيرة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، وكوباية المية جاهزة اهي يا جماعة، يعني هناكل على طول. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول لكم باي باي. باي 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 باي. اعملوا لايك واشتركوا في القناة واعملوا وفعلوا الجرس. وفعلوا الجرس. باي باي.